For today's final speech, I would like to call upon Yousef Nayef, who is the groom's uncle, to come on stage and share a few words. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. It's time to do a speech in Arabic. Thanks for the nice speech. Manzil. Ibrahim. أسعد الله وجود ضيوفنا الكرام بكل خير. معكم من وراء الميكروفون خالي العريس أبو باسل نايف. ما في زغروده؟ بداية وبالنيابة عن آل علوان وآل خالد أشكركم تلبية دعوة حفل زفاف ابننا عريس الزين الوسيم أيمن علوان على قرينته ابنتنا الأميرة الحسناء سارة فلا تكتمل فرحتنا إلا بحضوركم والعاقبة لديكم بالمسرات إن شاء الله إلى أيمن أبارك لك خيرة ما اخترت من رفيقة لطريقك اللهم اجعلها سندا وعونا لك في طاعة الله وبر والديك وإلى سارة أبارك لك خيرة ما اخترت من رفيق لطريقك اللهم اجعله سندا وعونا لك في طاعة الله وبر والديك أما أخواتي السيدات الفاضلات أم نبيل وأم عبد الله لطالما تعبتم بسهر الليالي لتربوا وتعلموا في بلاد الغربة فاليوم هو يوم الحصاد وجني الثمار فبوركت أيديكم وبورك لكم زواج ابنكم وابنتكم أسأل الله أن يبارك في عمركم لتفرحوا في عرس أولادهم إن شاء الله أما أخي وصديقي وصهري العزيز أبو نبيل فإنه لا يعجز اللسان عن إعطائك حقك كرجل خلوق مكافح يخاف الله فخير الأخ وخير الأب وخير الزوج وخير الابن أنت وبهذه المناسبة أوجه التحية لأعمام العريس الإخوة محمد علي ومحمد شكيل وللجد والأب العظيم أبو محمد علوان والجد الحنونة أم محمد علوان وكل التحية لجد العريس والد المعلم الفاضل العظيم أبو هشام نايف ولجدة العريس السيدة الفاضلة أم هشام شطارة وبالمناسبة لايف احنا الكاميرا وللأخوال أبو عمر وأبو خالد وأبو محمد وأبو سوار وللأهل والأقارب في فلسطين والأردن والعالم أجمع كم تمنينا أن تكونوا معنا في تلك المناسبة السعيدة وفي النهاية أحب أن أختم كلماتي هذه بأحسن هدية ممكن أن نهديها للعروسين وهي دعاء ورجاء إلى الله أن يوفقهما ويسعدهما ويرزقهما الذرية الصالحة الصحيحة البارة آمين اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم اللهم إنا نسألك باسمك الأكبر اللهم إنا نسألك بأسمائك التي نعلمها والتي لا نعلمها اللهم إنا نسألك باسمك الذي إذا دعيت به أجبت أن تبارك لهما وتبارك عليهما وأن تجمع بينهما في خير اللهم آمين اللهم اجعلهما وذرياتهما من أخيار أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اهدهما لما فيه الخير والصلاح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم بارك في رزقهما اللهم ألف بين قلبيهما واجعل بينهما المودة والرحمة اللهم اجعلهما من البارين بوالديهما الواصلين لرحميهما اللهم احفظهما وذريتهما من حسد الحاسدين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته